وانا برجع للائحه والمناقشات اللي تمت، وقفنا قدام طلب عدد من النائبات بخصوص ان يكون ليهم احقيه او يعني كوتا زي ما اتقالت في رئاسه اللجان، وسمعنا انه حصل مشاكل وفي ساده النواب يعني قالوا بقى والمراه ومشاكل المراه هي النفس خدوها حته كده يعني ست وراجل برضه خدوها حساسيه هي فيها حساسيه وما في شك النفس البشرية طبيعتها ده الفطرة البشرية على فكرة إنها تحب أن تكون لها دور تمام ده لا يلام إذا مشي بالاعتدال والتوازن برضو أنا لسه من يومين بصيت لهم قلت لهم أبناء الأعزاء الأعداء حقيقي ما أنا أم لأي رجل هي الرجل مين اللي جابه لنا مش أنا في ذاتي أنا المرأة تمام. لكن للأسف ما زلت إلى الآن لا أجد الودودية التي يجب أنها تتوفر في داخل البرلمان بين النواب والنائبات لأن مثلا لما كنا نقول كلمة مش لهوى النائبات أجد التصفيق شديد جدا فوصلت لهم كده قلت لهم يا حبايبي والله العظيم أنا مخصماكم أنا ساعات كده أقول كلمة تهدي وفي نفس الوقت بتكسف على فكرة. قلت لهم الله اشمعنى دي يعني سعداء بها أو بتصفقوا كده. فهي دي الفطرة البشرية. يعني أنا برضو كفلسفة واجتماع وعلم نفس ساعات أنظر للأمور أقول هذه هي النفس البشرية. فطرة دون أن نسكنها. ولا ثقافة مجتمع برضو. ما ثقافة مجتمع شكلت هذا الإنسان. ما هو الإنسان ده من أين أتى؟ حد كده زي حضرتك سألني على شخص ما من اللي ليهم بعض المشاكل فضحكت قلت لهم يا جماعة حد قال لكم إنه فلان وفلان وفلان الخمسة أو الأربعة دول جبريل عليه السلام جابهن من كوكب آخر وراح منزلهم للباراشوت ولا هم حصاد هذا المجتمع حصاد هذا المجتمع بثقافته بعلله بأمراضه بعدم رصانته هم حصاد هذا المجتمع إذن علينا أننا نناقش أمراض المجتمع مناقشة جادة مع من؟ مع مثقفين أساتذة الجامعة أتمنى أنهم ينزلوا لمعترك الحياة في النوادي في المنتديات دون كلل ودون ملل ويعملوا محاضرات لكن المساجد إحنا لدينا ما يزيد عن 120 ألف مسجد ده لو أحسن توظيفهم والله ينشئوا إنسان من تحت الصفر إلى الفضيلة كلها ده اللي كنت عايز أقوله الإسلام كرم المرأة وادها القيادة لو ليها العلم والدراية دراية لا تكون موجودة وفي مكانة متميزة ويسمع طبيعي. ليها من الرجال طيب الازدواجية دي بقى وان انا الاقي الفكر الذكوري في المجلس ومن السادة النواب ده احنا بنسمع يا دكتورة أمنة ان هم بيزحموا الست في النائبات في المجلس ما بيخلهمش يقعدوا يعني للأسف إيه اللي بيقول لكم الكلام مش اعلام بقى وصحافة مش انتخب علينا بنعرف برضه عليكم حاجة أبدا هو طبعا في أنانية مرضية النفس البشرية كده إذا لم تهذب كما يجب وإذا لم ترقى كما يجب وهقول حديثه صلى الله عليه وسلم لا يهينهم إلا اللئيم ولا يكرمهم إلا الكريم شوفي في أبلغ من هذا الحديث الصحيح فللأسف أنا لا أجد الرقي أو الإتيكيت باللغة الدارجة أو الودودية بين الزميل والزميلة لا أجدها حقيقة طب المبدأ مع ولا ضد موضوع اللجان وإن النائبة يكون ليها حصة لا معها طبعا حقها هي بزيها زيه بقول لك تنتخب نفسها يعني ما يبقاش ليها حصة لا برضو بيبقى في تربطات وفي غلبة أيوة في غلبة ما احنا برضو بنبقى سذج قوي كده في نوع من التغلب والتغالب والغلبة موجودة وهم عندهم قدرة في التخطيط لهذا الأمر أنا زي ما بقولك أنا أستاذة موضوعية لجميع الأطراف وبمنتهى الدقة بقول كل جملة فللأسف مفيش رحابة النفس والقلب إن فعلا ما أنا من حقي وهي من حقها إيه المشكلة لماذا هذا التغالب وهذا بس الغالب؟ أنا بالقوة العددية أقدر أهدر حقها
قوى العدائية للرجال أو للنواب في المجلس ممكن ما تديش فرصة للنائبات. إحنا مش في جيوش نتعامل بالعدد، لا إحنا في برلمان. طب خلينا نقول المهم الأداء، يعني الأداء أداء النائبات هو اللي هيقنع الشعب والسادة النواب كمان باحترام المرأة وإن في جهد بيبقى. لكل الأطراف سواء المرأة أو الرجل أن يكون كل إنسان منا لا يقدم على أي لجنة إلا وهو يعلم أنه خبير ولا يغلبه أحد عليها. أتمنى للجميع وأنا بقولها من خلال شاشتكم دلوقتي إن أي إنسان يتقدم لأي لجنة من اللجان يقول فعلا أنا صاحب خبرة لهذه اللجنة بما لا يسبقني إليها أحد، وعندما أتقدم لها سأعطي وأمنح خبرتي لهذا المكان حتى يقولوا أنه فعلا لجان وبرلمان لم يتكرر. أتمنى